السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنلتقي معا في برنامج روح الطبيعة، العودة معا إلى صيدلية الطبيعة، العودة إلى كنوز الطب النبوي العظيم وكنوز العلاج بالطب والنباتات والعشبية التي كان لنا فيها باع طويل منذ قديم الزمن. أفكر جدا في التجربة الصينية، كيف أن هم خضعوا الأعشاب والعلاج بالإبر الصينية للبحث، وقدروا أن هم يعملوا يعني علم بيدرس في جميع الكليات. ده اللي احنا بنتمناه في الطب العربي، ان احنا إعادة بعث الطب العربي والانجازات العظيمة في الطب العربي. النهاردة هكلمكم على ثمار أهل الجنة، وأعتقد هتعرفوها على طول، ثمار أهل الجنة، وهي الزنجبيل، هذا النبت الطيب اللي بيحمل من الأسرار الكثير والكثير، هنحكيه بالتفصيل معا بعد الفاصل إن شاء الله. نعم، الزنجبيل هو طعام أهل الجنة، وهو أفضل ما أنتجته الطبيعة إلى الإنسان، وهو أيضا شراب أهل الجنة، ويسقون فيها شرابا كان مزاجها زنجبيلة. هذا الوعد القرآني للمؤمنين في يوم الغفران وفي الجنة، وعدهم بشراب هو أفضل فعل. العلم الحديث أثبت أن هو أفضل الشراب على وجه الإطلاق. هذا الزنجبيل اللي بيحتوي على زيوت طيارة، بيحتوي على مادة لازعة. هذه الزيوت الطيارة هي سر الإنجازات وسر التأثير في الزنجبيل. إذا اشترط حتى تقطيع الزنجبيل واستخدامه للاستخدام يجب أن يكون طازج، ويفضل الطازج طبعا، لأن الطازج يتميز عن البودر في شكل اسم البودر من الزنجبيل زي ما احنا شايفين، وفي الشكل اللي هو الزنجبيل الطبيعي الأخضر، ريزومات اللي هي درنات بتبقى موجودة تحت الأرض، وفي الزيت الزنجبيل بأنواع كثيرة، من الشعر ومنها اللي بيتعاطى بالفم ومنها من بيدهن على الجسم. إذا هذا النبتة، هذه النبتة العظيمة لها استخدامات واسعة المدى، إنما أهم حاجة فيها أنها مشروب اقترن بليالي الشتاء الدافئة. اللي بيطلب الدفء في الشتاء بيلتمس مشروب من الزنجبيل، أيضا هو منبه، وأفضل شيء فيه هو تأثيره الطيب من على الصدر، على التهابات الحلق، له دور كبير في غياء ضياع أو التخلص من بحة الصوت. أيضا هذه الآثار الطيبة تمتد إلى المعدة، إلى مهدئ للمعدة، أيضا بيأثر على الأمعاء، بتجد إن هو ممكن ينشط الأمعاء وله تأثيرات. العلم الحديث أثبت إن الألياف نفسها لها تأثير مخفض للسكر، مخفض للكوليسترول، إلى جانب تأثيره المهدئ. طبعا استخدامه سهل جدا، هو إن احنا بناخد قطعة من الزنجبيل بيبقى طولها حوالي بوصتين، وهذه القطعة بيضاف إليها ماء سبق غليه، وبالتالي احنا بنحضر منه الزنجبيل. طبعا هذه القطعه من الزنجبيل هتغير شكل الميه، انما يفضل ان احنا تبقى على 4 اكواب من الماء، ويشرب بعد ذلك لما بيهدأ ويستخرج العصاره المؤثره فيه. ايضا الزنجبيل احد استخداماته هو البودر، نجد هنا البودر، يؤخذ البودر على، ويفضل الناس بتستخدمه حتى مع الحليب، تجد ان الحليب الساخن سبق غليه، وفضل احد الحاجات اللي هي استخدامات الزنجبيل. زي ما احنا عارفين ان الزنجبيل اقترن في المقاهي العربية الزنجبيل والقرفة. اذا هذا المتعدد الفوائد الزنجبيل اضاف له يعني استخدامات اخرى بتملأ الانترنت، كله بيتكلم على ان الزنجبيل مع القرفة، الزنجبيل مع شرائح الليمون، هي كلها وصفات فعلا حارقة للدهون، لان من احد مميزات الزنجبيل انه حارق للدهون، انما تفتقد
للإثبات العلمي. إنما ده اللي احنا بنطالب بيه دايما، إن هذه الاجتهادات في التطبيقات الحديثة للنباتات الطيبة تخضع للبحث العلمي. إنما هناك بيخلطوا بالقرفة، هناك من بيخلطوا بالشاي الأخضر حارق للدهن، هناك من بيستخدمه حتى مع الزعتر مع النعناع. خلط هذه الأعشاب مع بعضها بتؤثر على الصدر كمنفس الصدر ومشروب طيب. فضل هنا أيضا أقول لحضراتكم إن الزنجبيل لا ينصح بإعطائه للأطفال أقل من سنتين، وأيضا لا يعطى للحامل بكمية كبيرة. هو طبعا من التأثيرات المهمة جدا له في الحمل، وهو يعتبر بيتميز أن أقوى الأدوية في التخلص من الغثيان وقيء مع بدء الوحم. إذا تأثيره في الحمل مهم جدا، تخلص من غثيان، أيضا تخلص من دوار البحر، بيتفوق على أعظم الأدوية في التخلص من دوار البحر زي الدرامامين إذا استخدامه. إنما من غير إسراف في الحوامل، الأقصى كمية تعطيها هي 4 جرام لو من النوع الأخضر الطازج، أو جرام من البودر في الحامل، ربع جرام 4 مرات، يعني جرام واحد في اليوم. مفيش داعي للإسراف في استخدامه، إنما هو مما لا شك فيه هو نبتة طيبة، هو طعام أهل الجنة، هو كنز من الكنوز النباتية والنبت الطيب اللي ما زال كل يوم بيفصح عن أسراره، اللي بيدلك عن كيف تملك الصيدلية الطب العربي والطب النبوي الكثير والكثير من المعجزات والوعد بالشفاء بأمر الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.